وللمزيد تنضم إلينا هاتفيا رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بك معنا. يعني بداية، في رأيك كيف شكلت قدرة الدبلوماسية المصرية على تغيير بوصلة العالم حيال القضية الفلسطينية تهديدا لإسرائيل برأيك؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. هو بالفعل الدولة المصرية منذ اليوم الأول للأحداث في 7 أكتوبر وهي قامت بالحشد الدولي من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الرؤية المصرية في الحفاظ على مفهوم عدم تهجير الفلسطينيين من سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من معبر رفح أو من رفح الفلسطينية إلى سيناء. وهو المخطط الإسرائيلي الذي تسعى إليه السلطات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها في عملية تهويد الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي وقفت له الدولة المصرية، استطاعت من خلاله الحصول على العديد من التصريحات سواء من الإدارة الأمريكية التي أكدت مرارا وقوفها مع الرؤية المصرية وعدم التهجير القسري الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية، كذلك إلى الوصولا إلى قرارات الانتظار قرار محكمة العدل الدولية والمنتظر أن يصدر بالغد، وذلك بالوقوف بجانب دعوة جنوب أفريقيا باتهام السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وده اتحقق في أكثر من بند سواء من النية المبيتة أو العملية التجويع الذي يقوم بها السلطات الإسرائيلية، وهو الأمر اللي أكدت عليه الدولة المصرية في الكثير من خطبها وكذلك من خلال كلمات وزير الخارجية سواء في لقاءات الثنائية أو البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الخارجية المصرية، وكذلك غلق المعابر الحدودية لمنع المساعدات، وكذلك أيضا الاعتداء على المساعدات التي يتم إدخالها، وهو الأمر الذي رفضته الدولة المصرية قلبا وقالبا، وهو الأمر الذي طالبت به القاهرة بأنه لا يوجد تنسيق حول معبر رفح دون وجود جانب فلسطيني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. طيب، يعني هناك سؤال ربما يتبادر في ذهن كثيرين، يعني في رأيك لماذا يتعمد الإعلام الإسرائيلي الآن ترويج الأكاذيب عن مصر والدور المصري في الوساطة؟ هناك تغيرات عالمية في التعاطي مع القضية الفلسطينية أحدثتها الاعتراف من 136 دولة وآخرها 3 دول اللي هو النرويج وأيرلندا وأسبانيا بالدولة الفلسطينية، كذلك القضية أمام محكمة العدل الدولية، الضغوط الداخلية على السلطات الإسرائيلية في الضغط على ضرورة التفاوض أجل عملية إطلاق الأسرى، كذلك أسر الجنود الإسرائيليين الذين يضغطون على السلطة الإسرائيلية لقبول التفاوض للحفاظ على حياة أبنائهم. كل هذه الأمور جعلت من الجانب الإسرائيلي يحاول لي الحقائق واتخاذ إجراءات دعائية في محاولة للتنصل من مسؤولياته كدولة احتلال سواء في الحفاظ على حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، واتهام مصر بأنها هي من تقوم بهذا الأمر. كذلك التقارير الإعلامية الأخيرة التي قالت أن مصر قامت ببعض التغييرات في المفاوضات، ولكن هذا على غير الواقع، وهو الأمر الذي نفته السلطات الإسرائيلية بعد ذلك، وأكد المتحدث باسم الجيش بأنهم يهتموا بالعلاقات مع القاهرة بعد تصعيد القاهرة الأخير. كذلك أن هناك عدم قدرة من الجانب الإسرائيلي أو الولايات المتحدة على عدم التعاون مع الجانب المصري لقدراته التفاوضية، وهو الأصل في عملية التفاوض والوساطة والتي تمت على مدار الحروب السابقة، حروب غزة السابقة، فكان الدور المصري دورا كبيرا في نجاح هذه المفاوضات، وبالتالي فكان على الجانب الإسرائيلي رفض هذا الأمر نتيجة الضغوطات التي تمارس عليه سواء داخليا أو خارجيا، ومحاولة إيضاح الحقائق ومحاولة مسك العصا من المنتصف بإعلان مؤخرا عن العودة إلى التفاوض مرة أخرى. بالفعل كان هذا سؤالي القادم لك، يعني اليوم قررت إسرائيل بالفعل العودة للمفاوضات بشأن صفقة الأسرى، يعني لماذا حدث ذلك الآن؟ وفي رأيك يعني هل يكون السبب إجبار الضغوط الداخلية نتنياهو على اتخاذ مثل هذا القرار، أم أنه غدا من الممكن أن يكون قرار لمحكمة العدل الدولية؟ يعني في رأيك لماذا ذلك الآن؟ بالفعل هذان سببان مهمين، وكذلك تصعيد القاهرة بالأمس وإعلانها بأنها من الممكن أن تخرج من عملية التفاوض
كل هذه الامور دفعت الجانب الاسرائيلي الى التراجع مره اخرى، وجعلت حكومه الحرب الاسرائيليه في التراجع عن تصريحاتها، بالرغم من انها ماضيه قدما في الاعمال العسكريه التي تقوم بها سواء في رفح او من خلال المستوطنين الذين قاموا بتسليحهم ايضا في الضفه الغربيه في محاوله عزل الفلسطينيين داخل الضفه الغربيه في بيوت صغيره غير متصله، وهو القانون وهي من ضمن السياسه الاستيطانيه التي يقوم بها السلطات الاسرائيليه، وايضا القرار محكمه العدل الدوليه، وكذلك مذكره الايقاف التي يمكن ان تخرج ضد العديد من القيادات العليا في السلطه الاسرائيليه. كل هذه الامور قد تقيد وتقود دور السلطات الإسرائيلية في التفاوض ودورها الدبلوماسي والتعاون السياسي مع الدول الأخرى، والذي قد يدفع العديد من الدول الكبرى لمنع تسليح الجانب الإسرائيلي، لأنه قد يكون مشارك في جرائم حرب، والأمر اللي اعترفت به الولايات المتحدة مسبقا في بيانات وزير الخارجية بأنه تم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين. فكل هذه الأمور قد دفعت الجانب الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات في محاولة لتحسين صورته عالميا، في محاولة لخفض الضغط الدولي والدبلوماسي والعزلة الدولية التي قد يتعرض لها السلطات الإسرائيلية. تابعنا في الأيام الماضية يعني اعترافات متتالية من دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، في رأيك كيف يمكن البناء على ذلك للوصول إلى حل الدولتين والوصول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أيضا الضغط على إسرائيل؟ الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أمر جيد في المبدأ أو حل الجذري للقضية الفلسطينية القائم على مبدأ حل الدولتين وفقا لحدود 67، وبالتالي فإن التعامل أو التعاطي مع الدولة الفلسطينية كدولة لها حدود جغرافية وسلطات محددة يمكن التعاون معها والتعامل معها باعتبارها دولة ذات حدود واضحة قد تعيدنا إلى ضرورة الحل الجذري للقضية الفلسطينية القائمة على مبدأ حل الدولتين. كذلك أيضا هو أمر هام في الاعتراف بعضوية الدولة الفلسطينية بعضوية كاملة داخل الأمم المتحدة، فبالتالي كل هذه الأمور قد تساهم في عودة الزخم نحو الحل الأساسي للقضية الفلسطينية والقائمة على مبدأ حل الدولتين، وكذلك الدفع نحو إمكانية وقف إطلاق النار الحالي واستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال عمليات الاجتياح التي قامت بها منذ 7 أكتوبر. شكرا جزيلا لك أستاذة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا لكل هذه المعلومات، كنت معي من القاهرة.